ورجعنا لكم مره تانية وان بوكس سبورتس اللي دايما بتابع فيها معاكم اهم واخر الاخبار والاحداث الرياضيه اللي حصلت على مدار الاسبوع. طيب النهارده ان شاء الله هينورنا بقى في الجزء الثاني من حلقتنا الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنيه للجودو علشان بقى يكلمنا عن اخر الاستعدادات بالنسبه لبطوله افريقيا طبعا ان شاء الله اللي جايه، وكمان هنتكلم معاه بقى عن اخر الاستعدادات بالنسبه لمنتخباتنا الوطنيه ان شاء الله بالتفاصيل بالنسبه للجودو. اما دلوقتي زي كل اسبوع طبعا بنبدا معاكم بقى باخبارنا، واول خبر مرتبط معانا بكره اليد. مسؤولين الاتحاد الدولي لكره اليد برئاسه الدكتور حسن مصطفى أعلنوا خلاص اختيار المحاضر الدولي تامر فكري علشان يكون واحد من قائمة المراقبين الفنيين لبطولة العالم رقم 27 واللي هتتلعب إن شاء الله هنا في مصر بداية السنة اللي جاية. كابتن تامر موجود دلوقتي في منصب رئيس لجنة الحكام العليا بالاتحاد المصري، وكمان هو محاضر معتمد في الاتحاد الدولي لكرة اليد. تامر فكري هيكون واحد من 14 مراقب فني في بطولة العالم، وال14 دول متقسمين ل11 من أوروبا واثنين كمان من أمريكا الجنوبية وواحد بس من أفريقيا واللي هو الكابتن تامر فكري. طبعا بنبارك للكابتن تامر على التشريف ده، وكمان بنتمنى له التوفيق في أكبر محفل عالمي لكرة اليد واللي هيكون لمصر شرف كبير جدا في تنظيمه إن شاء الله. ولسه برضو مكملين معاكم في كرة اليد. الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أكد خلاص أن بطولة العالم رقم 27 هتكون أول بطولة تنظم بمشاركة 32 منتخب، وعلشان كده هيكون بقى مهم جدا أنها تتلعب في ميعادها شهر يناير اللي جاي. وقال الدكتور حسن ان العالم كله تأثر بفيروس كورونا، ولكن الاتحاد الدولي اشتغل مع الحكومة المصرية على تنظيم البطولة، وانهم كمان متمسكين بلعبها في ميعادها علشان يأكدوا بقى ان الاتحاد والعالم قادر على اقامة البطولات. وكمان قال انهم شكلوا فريق عمل متكامل علشان يتصدوا لفيروس كورونا، وده ضم مسؤولين كتير جدا من منظمة الصحة العالمية علشان يطمئنوا على كل الإجراءات الاحترازية. وفي آخر كلامه بقى وجه الشكر للحكومة المصرية وكمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على كل بقى اللي قدمه علشان البطولة تتنظم في ميعادها إن شاء الله ما بين 13 والحد 31 يناير اللي جاي. كاميرا إنبوكس سبورتس كانت موجودة وحاضرة في المؤتمر الصحفي اللي اتعمل في الهيئة العامة للاستعلامات، واللي حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى، ودخل معهم كمان بالفيديو كونفرنس 31 سفير واللي هيشاركوا إن شاء الله في المونديال اللي جاي بإذن الله. تعالوا بقى نروح نشوف التقرير ونرجع تاني، يلا بينا. عملنا مؤتمر صحفي عالمي، اعتقد جه كله يا اما السفراء يا اما الممثلين للسادة السفراء كل الدول، وبعدين كان عندنا احنا برضو مع بره في سويسرا، من سويسرا الناس كلها الفرق اللي هي داخله في بطوله العالم المشتركين اللي هم 32 فرقه يعني 31 زائد مصر، رؤساء الاتحادات المدربين كابتن كل فرقه للاعيب والدكاترة اللي هم بتوع الفرق وكل الموضوعات. اعتقد ان مصر قايمة بمجهود كبير جدا جدا جدا، وانا في الحقيقة هنا بحب اشكر مصر والحكومة المصرية والسيد الرئيس وكل المسؤولين على المجهودات الكبيرة اللي عاملينها، ومن بناء على هذا الكلام انا متأكد ان كل الاجراءات الاحترازية معمول حسابها، كل حاجة يعني هتبقى فيها حماية للاعبين أو المدربين أو الحكام أو الأخره هتبقى معمولة، بداية من وصولهم إلى مصر في المطار لغاية عودتهم إلى بلادهم، ومعمول ريجوليشن ممنوع، معمول لوائح خاصة بالبطولة. البطولة دي احنا عشان ده مؤتمر دولي بنخاطب فيه يعني الدول المشتركة وبنخاطب فيه العالم من خلال الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى، ووجود اللجنة المنظمة واللجنة الطبية
والهيئة الهندسية اللي اشتركت في عمل الصلاة وإنهاها، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة على الحكومة المصرية. بطولة العالم هي طبعا رئيس اللجنة العليا المنظمة دولة رئيس الوزراء بوجود 18 وزير في الحقيقة، وبرعاية ودعم من فخامة الرئيس، وبتتبع شديد جدا من القيادة السياسية. احنا النهاردة بنستعرض من خلال الاتحاد الدولي ل 110 مراسل كان موجود معنا عبر العالم والسفراء المشتركين النهاردة، بنستعرض الاستعدادات الطبية، استعدادات آخر ما توصلت إليه الإنشاءات اللي خلصت كلها الحمد لله. نستعرض كمان كل أسئلة ممكن تكون موجودة زي ما شفنا كده من برا مصر، قلناها وأكدنا على اعتبار أن احنا مستعدين، والاتحاد الدولي في الحقيقة بيأكد على البطولة في ميعادها وإقامة البطولة وحاطط لوائح. مونديال مصر يا جماعة إن شاء الله يعني لكرة اليد في بداية إن شاء الله السنة الجديدة 2021، أكيد حدث مهم، وأكيد كمان العالم كله بينتظر ويشوف الحدث طبعا على أكمل وجه بإذن الله. وكمان في الظروف دي طبعا أكيد يعني مسؤولية كبيرة جدا على عاتق المسؤولين المصريين، وبالأخص كمان على طبعا وزير الشباب والرياضة وكمان الاتحاد المصري لكرة اليد. بنتمنى بقى إن شاء الله يعني أداء مشرف في البطولة، ولعل وعسى يمكن كمان نحقق فيها مركز متقدم ونحرز كمان البطولة إن شاء الله. طيب إحنا لسه مكملين معاكم برضو بقيت أخبارنا في كرة اليد. مسؤولين اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر قرروا خلاص تعيين الكابتن مجدي أبو المجد في منصب المدرب العام للمنتخب الوطني الأول للرجال مع الأسباني روبرتو غارسيا. والكابتن مجدي لو حضراتكم بقى تفتكروا كان فاز مع منتخبنا الوطني للناشئين ببطولة العالم تحت 19 سنة، واللي كانت اتلعبت في صيف السنة اللي فاتت في مقدونيا. ولازم نقول لحضراتكم ان منتخبنا الوطني كان عمل مسحة يوم الاثنين اللي فات، والحمد لله كلها جت سلبية باستثناء لاعب واحد بس، وهو عمر الوكيل بكار، واللي هيخضع لعزل منزلي قبل ما يعمل بقى مسحة تانية. ولو اتحولت لسلبية هيدخل ان شاء الله معسكر المنتخب، واللي معمول دلوقتي هنا في القاهرة. طبعا بالتوفيق للكابتن مجدي في المهمة القومية دي، وبإذن الله كمان يقدر يعمل الفارق مع الجهاز الفني للمنتخب في المونديال بإذن الله. أكيد طبعا أغلبية أخبارنا كلها مرتبطة بكرة اليد، علشان طبعا ده الحدث المهم والأقرب ان شاء الله خلاص الشهر اللي جاي بإذن الله، فلازم كلنا نتكاتف مع منتخبنا لكرة اليد زي ما بندي حق طبعا يعني منتخبنا لكرة القدم، سواء بقى للشباب أو الناشئين أو الكبار كمان حقهم يعني في أي بطولة أفريقية أو عالمية بيشاركوا فيها. لازم برضو أي فريق بيلعب باسم مصر نديله حقه تالت ومتلت، وكمان نقف جنبه الفترة الحالية. طيب نروح معكم بقى لكرة السلة. منتخبنا الوطني لناشئي كرة السلة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفني الكابتن محمد الكرداني فاز على المنتخب الغيني بنتيجة 68-60 في أول ماتش من ماتشات كأس الأمم الأفريقية، واللي بتتلعب هنا في مصر في الفترة من 3 والحد 9 ديسمبر اللي احنا فيه. منتخبنا هيلعب النهاردة الماتش الثاني ليه مع منتخب السنغال، ولازم اقول لحضراتكم ان البطوله مشارك فيها على مستوى الشباب 4 منتخبات، وهم مصر وغينيا ومالي والسنغال. ونظام البطوله بيكون ان الفرق كلها بتلعب بعضها علشان يترتبوا، وبعدين بقى الاول بيلعب الرابع والثاني بيلعب الثالث، والكسبانين بيلعبوا على النهائي، اما الخسرانين فبيلعبوا بقى على الميداليه البرونزيه. ولو رحنا لبطوله السيدات فنلاقي بقى ان منتخبنا للسيدات خسر اول ماتشاته مع مالي بنتيجه 64-36، وكمان منتخبنا بيلعب دلوقتي مع نظيره السنغالي في الجوله الثانيه. ونظام الناشئات مختلف شويه لانهم 3 منتخبات بس، هم مصر والسنغال ومالي، وبيلعبوا مع بعض بنظام الرايح جاي، واللي بيجمع نقط اكتر بيفوز بالبطوله. كاميرتنا كانت موجودة في افتتاح البطولة دي، تعالوا نروح بقى نشوف التقرير ده ونرجع تاني، يلا بينا.
بنشكر الاستاذ عمرو صالحي مدير البطوله في اسكندريه في التصفيات، وهنا المهندس خالد الوسي والاستاذ محمد فتحي مدير بطوله البنات والاولاد، يعني عاملين مجهود الحقيقه كويس جدا معاهم استاذ محمود الحال والمدير التنفيذي الاتحاد دينامو الحقيقه مخلي كل حاجه تمام. لجنه الطبيه عندنا برئاسه الدكتور حسن كمال برضو شغاله يعني الحمد لله على اعلى مستوى. مبروك للفريق الاول لكره السله المنتخب الكبير، عملوا انجاز طبعا كبير جدا في اسكندريه، لعبوا ماتشات كويسه جدا هايله جدا. انا بقول لهم مبروك، بقول للجهاز الفني مبروك، بقول للمجلس الاداره طبعا مبروك، احنا عملنا حاجه كويسه، عملنا تنظيم جيد جدا، الناس كلهم مسؤولين على اتحاد السله في افريقيا والاتحاد الدولي شكرونا على المنظر اللي احنا عملناه والحضاري اللي احنا عملناه. طبعا دي حاجه بتتكتب للبلد وبتتكتب لمصر عموما، ان هي اول دوله بتنظم حدث رياضي جماعي يمكن على مستوى العالم. انا ما سمعتش ان في بطوله في اي دوله اتنظمت بشكل جماعي. المشكله ان اللي بتواجهنا ان هو موضوع جديد على الناس كلها، حتى على الاتحاد الافريقي. يعني الاتحاد الافريقي مثلا ايه قال لنا ان لازم اول ما الفرق توصل نعمل لها مساحات عشان نتاكد ان كل اللعيبه سلام، محدش يعدي حد. والله الحمد لله الظروف طبعا حاجة، عارف الاصابات الكورونا عندنا شويه اصابات كده، وفي ولاد كانوا يعني قريبين من دخول القائمه الاساسيه حصل لهم الاصابه. الشروط طبعا الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي بمنع اي حد يبقى عنده اصابه، لكن الحمد لله رب العالمين الولاد رجاله كلهم قريبين جدا من المستوى. اخترنا 12 راجل معانا، فرقه غينيا فرقه محترمه، البطوله اللي فاتت لعبه سيمي فاينل، عندهم اثنين محترفين في فرنسا واثنين محترفين في امريكا. احنا الولاد كلهم بيلعبوا هنا في دوري 18 سنه ولا 20 سنه، ما عندناش غير مهاب ياسر هو اللي بيلعب في الام بي اكاديمي، لكن الحمد لله رجاله. اول ماتش خلي بالك برده كان عندنا المفروض معسكر في صربيا، لكن احنا قلقنا من عدد الاصابات في اوروبا وفي صربيا والكورونا برده، فبرده اول ماتش تقريبا دولي للولاد دول. جيل 2002 2003 2003 لعب قبل كده افريقيا، 2002 اول مره، فانا عندي ولاد اول مره في حياتهم يشوفوا افارقه ويلعبوا ضد حكام انترناشونال وبتاع. الحمد لله بدايه كويسه. ورجعنا لكم مره تانية وانبوكس سبورتس، ولسه بنكمل معاكم بقيه اخبارنا اللي طبعا اللي حصلت على مدار الاسبوع، ولسه برضو مكملين معاكم في كره السله. منتخبنا الوطني الاول لرجال كره السله بقياده الكابتن احمد مرعي تصدر المرحله الاولى من تصفيات المنطقه الخامسه الافريقيه، واللي اتلعبت في اسكندريه في الفتره من 27 ولحد 29 نوفمبر اللي فات. مصر كانت فازت في كل ماتشاتها، وكسبنا أوغندا في الافتتاح بنتيجة 96-77، وبعدين كسبنا الرأس الأخضر بنتيجة 91-82، وآخر ماتش فوزنا على المغرب بنتيجة 99-76. إيه المرحلة الثانية من التصفيات بقى تتلعب إن شاء الله في المغرب، بس لسه الاتحاد الأفريقي ما حدد لهاش ميعاد لحد دلوقتي. وبكده منتخبنا قرب جدا من الصعود لنهائيات كأس الأمم الأفريقية اللي جاية، واللي إن شاء الله بقى تتلعب السنة اللي جاية في رواندا بإذن الله. طبعا كل توفيق لمنتخبنا إن شاء الله في الفترة المقبلة. من السلة نروح معكم للسباحة. وزير شباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتح من أيام مجمع حمامات السباحة الأولمبي بنادي الزهور في فرع التجمع الخامس، وحضر كمان حفل الافتتاح مجموعة من المسؤولين عن الرياضة المصرية زي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعدد من أعضاء اللجنة والدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارلمبية، والمهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وكمان عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ومجلس كمان إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، وكمان وزير
الرياضه بقى اشاد بالمستوى الانشائي لنادي الزهور، وان حمام السباحه هيكون اضافه للبنيه الرياضيه في النادي. واكد الوزير ان النادي فيه تنوع للخدمات الرياضيه لاعضائه، وكمان انه بقى عنده دور كبير في اعداد الرياضيين وتقديمهم للمنتخبات الوطنيه. طيب احنا بقى معانا تقرير عن افتتاح حمام السباحه بنادي الزهور، تعالوا نروح نشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. الأندية الاجتماعية الشعبية في الحقيقة ليها دور كبير جدا في التنمية الرياضية بشكل كبير. المنشآت اللي بتزيد من مكان لمكان في الحقيقة، واحنا شايفين الطفرة الكبيرة جدا اللي القيادة السياسية في كل أنواع الإنشاءات والمنشآت في الحقيقة بنلاقي حاجات يعني أكتر من هايلة. النهاردة تاني حمام سباحة نفتحه لنادي الزهور، وقبل كده فتحنا نادي الشمس وأندية أخرى كتير، إنما حمامات سباحة بالمقاييس الأولمبية بالشكل ده ونشوف ولادنا وهم موجودين اكيد بتزود القاعده الكبيره الرياضيه. فطبعا احنا بنقول للنادي الزهور الف مبروك، واكيد ده بناء اخر وقاعده اخرى لتطوير الرياضه المصريه. طبعا ده انجاز كبير جدا وصرح كبير وحاجه يعني تشرح وتفرح، لان ده كل منشا جديد رياضي بيضاف للبنيه التحتيه الرياضيه في مصر بتدينا امل اكتر ان احنا ندي قاعده اكبر من الرياضيين وننتج ابطال اكتر ونبقى جاهزين اكتر للبطولات، عشان نقدر كل الملاعب وكل حمامات السباحه وكل المنشآت دي تقدر تشيل اكتر من بطوله. مصر قويه جدا، بنيتها التحتيه الرياضيه قويه جدا جدا، وانا شايف ان احنا دايما هنبقى باذن الله جاهزين عشان نعمل اي بطوله رياضيه كبيره، كانت بطوله افريقيه او كانت بطوله عالميه او حتى دوره اولمبيه. الحمد لله مصر قادره على تعمل كده، واحنا شفنا حمام السباحه هنا في التجمع الخامس، شفناه في المركز الرئيسي في مدينه نصر. انا سعيد جدا النهارده انا موجود في نادي الزهور بيتي الثاني فرع التجمع الخامس، بنفتتح حمام السباحه الاولمبي مجمع حمامات. حقيقه انا فخور بهذا النادي، فخور باعضاء مجلس الاداره اللي انا بتشرف بالشغل معاهم. الحمد لله النتيجه اللي طلعت النهارده تؤكد ان نادي الزهور في المقدمه. حقيقي وجود معالي الوزير والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه واخويا المهندس ياسر ادريس وتسعه رؤساء اتحادات و14 رئيس نادي والزملاء الاعزاء الافاضل اعضاء مجلس اداره الانديه المصريه، يؤكد ان الرياضه المصريه تتكاتف وتصل معا الى اجمل الانجازات واقوى الانجازات. حمام سباحه ان شاء الله سيكون اضافه للرياضه المصريه ولا السباحه والعاب الماء المصري ان شاء الله. طبعا لما نشوف عندنا يعني حمامات سباحه بالمستوى الدولي ده، اكيد طبعا كمان ده بيخرج عندنا اجيال وابطال من يعني ابطال السباحه، سواء بقى في مرحله الناشئين او كمان الشباب والكبار. طبعا كل التوفيق للاعبينا وكمان لكل الانديه المصريه. طيب من السباحه نروح معاكم بقى للتنس. ميار شريف لاعبه المنتخب الوطني الاول لتنس الارضي ونجمه النادي الاهلي تقدمت في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات واللي طلع يوم الثلاث اللي فات. ميار وصلت للتصنيف ده واللي وصلت له كمان بعد معاناه كبيره وكمان مشوار كبير جدا، وهو رقم ال 128، وده افضل تصنيف ليها في مسيرتها بعد ما حققت ما شاء الله 519 نقطه في التصنيف العالمي. ميار وصلت للتصنيف ده بعد ما حققت انجازات كتيره جدا، واللي كان اخرها فوزها ببطولة تشارلستون الدولية في أمريكا، وفضية بطولة كاناريا لاس بالماس بأسبانيا، وكمان نجمة النادي الأهلي هي أول مصرية في التاريخ توصل للدور الرئيسي في واحدة من بطولات الجراند سلام الكبيرة، وهي بطولة طبعا رولان جاروس، وكمان بتفوز بمجموعة كمان كبيرة جدا، وده بالإضافة لأنها أول مصرية تتأهل للأولمبياد في التاريخ بعد ما كانت كسبت ذهبية دورة الألعاب الإفريقية اللي فاتت في المغرب. كل التوفيق طبعا لميار ان شاء الله في مشوارها الحالي والقادم باذن الله، وكمان تقدر تحقق يعني ميداليه باذن الله في الاولمبياد اللي جايه ان شاء الله. من التنس الارضي للاسكواش.
نادي بلاك بول هيستضيف البطولة الدولية للإسكواش واللي هتتلعب إن شاء الله على ملاعب النادي في الفترة من 7 ولحد 18 ديسمبر اللي احنا فيه، ومجموع جوائزها هيكون 225,000 دولار. البطولة هتتلعب على مرحلتين، مرحلة السيدات هتكون في الفترة من 7 ولحد 12، وبعدها هتتلعب بقى بطولة الرجال وهتكون في الفترة من 13 ولحد 18 ديسمبر اللي احنا فيه. البطولة هيشارك فيها أهم لعيبة العالم سواء بقى على مستوى الرجال والسيدات، وكمان مهمة لأغلبهم لأنها في آخر طبعا يعني السنة وآخر بطولة ممكن تتلعب السنة دي. كاميرا إن بوكس كانت موجودة في التحضيرات النهائية للبطولة، تعالوا بقى نروح نشوفها ونرجع تاني، يلا بينا. بدنا تقريبا ما يقرب من شهرين في تجهيزات مستمرة للبطولة اللي هيكون مدتها من يوم 7 ديسمبر إلى يوم 18 ديسمبر. هي بطولتين في الحقيقة، مش بطولة واحدة، بطولة بتضم سيدات المحترفات للسكواش، وبيليها على طول بطولة للمحترفين الرجال. البطولة بيشترك فيها 64 لاعب ولاعبة من أرقى تصنيف على مستوى العالم. نادي بلاك بول بيشرف ان ليه 3 لاعبين مشتركين في هذه البطوله، اللاعبه سلمى هاني دي المصنفه رقم 10، اللاعبه سلمى منى ناصر المصنفه رقم 52، وعندنا الناشئ الواعد احمد وائل وده واخد كارت الافضليه وبيشارك في هذه البطوله. بتمرن كتير قوي الاسبوع ده والاسبوع الجاي ان شاء الله، اللي انا اسرع رتم لعبي عشان العب مع ناس كبار، وطبعا دي اول مره العب بطوله احترافيه، وطبعا دي حاجه هتساعدني جدا في يعني مجال الاحترافي اللي انا لسه عايز اكمل فيه. بطوله نقطها كبيره، وطبعا ما كنتش هعرف العبها من غير النادي بلاك بول، ودي لعبت بطولات دوليه قبل كده بس كجونيور، دي بالنسبه لي هتبقى اول بطوله كعمومي، ويعني اللي انا ممكن العب مع ناس من كل ناحيه في العالم، بالذات ان هم يبقوا كلهم كبار وبنلعب في البي اس اي اللي هو الناس الكبار كلها. البطوله دي من اكبر البطولات اللي عندنا في السنه، فتجهيزات ليها مهمة جدا زي أي بطولة تانية برضو. طبعا مبسوطة جدا إن هي في النادي بتاعي، ده النادي اللي أنا بلعب باسمه، فخورة جدا بالنادي ده لأن دي تقريبا خامس أو سادس بطولة دولية يعملها، والنادي لسه ناشئ بقاله تقريبا سنتين أو ثلاثة، فدي حاجة أنا فخورة جدا بيها. بقالي فترة كبيرة بجهز للبطولة دي، وطبعا حاجة هائلة جدا إن النادي قدر ينظم بطولة بنات وبعديها على طول ولاد في الوقت اللي احنا فيه كريتيكال قوي. وحقيقي بلاك بول كل فتره بيفاجئنا بان هو بينظم بطوله كل سنه احسن من الثانيه، وان شاء الله يعني انا متحمسه جدا للبطوله. بصوا يا جماعه، يعني الواحد في الحقيقه كده ايه، يعني بيحترم جدا كل الانديه اللي بتهتم بمعظم الالعاب الاخرى غير كره القدم، وكمان بنشوف عندنا معظم الأندية ومن ضمنهم طبعا نادي بلاك بول إن هو بينظم بطولة دولية وكبيرة في الأسكواش، وده طبعا مهم جدا لينا، وطبعا مهم لمنتخبنا الوطني للأسكواش. الحمد لله احنا عندنا يعني أبطالنا من الأسكواش بيحاول دايما مراكز متقدمة، ويمكن كمان احنا متصدرين العالم كله في اللعبة دي بالأخص يعني، لكن ده لا يمنع ان احنا نشوف عندنا أجيال مختلفة إن شاء الله من الناشئين والشباب كمان في الاسكواش يكملوا مسيرة طبعا أبطالنا اللي موجودين حاليا في اللعبة. طيب من الاسكواش نروح معاكم بقى لتنس الطاولة. دينا مشرف لاعبة منتخبنا الوطني الأول لتنس الطاولة والنجم كمان النادي الأهلي والمحترفة دلوقتي في نادي لانجشتاد الألماني، احتلت صدارة التصنيف العربي والإفريقي للاعبات في التنس الطاولة عن شهر 12. دينا جت في المركز الأول بعد ما احتلت المركز 35 عالميا بمجموع نقاط 6225 نقطة، وسيطر اللاعبات بقى الصينيات على المراكز الأولى. طبعا دينا هي أول مصرية تحترف في الدوري الألماني لتنس الطاولة. دينا كمان اتأهلت لأولمبياد طوكيو اللي جاية إن شاء الله، ولسه يعني مشاركة في بطولة كأس العالم واللي اتلعبت بداية الشهر ده في الصين، وقدمت كمان أداء كويس جدا وكانت قريبة جدا من الصعود للدور الثاني. كل التوفيق طبعا ليك يا دينا إن شاء الله، والحمد لله كل شوية عندنا يعني بيزيد بطل من أبطالنا في قائمة البطولات. هروح معكم بقى للسباحة الطويلة.
النادي الأهلي حقق لقب بطولة الجمهورية لسباحة المياه المفتوحة، وده بعد ما فاز بالدرع العام للبطولة اللي اتلعبت في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 26 ولحد 30 نوفمبر اللي فات. الأهلي فاز بالدرع العام بعد ما كان حقق أغلب كؤوس البطولة، فهنلاقي أن الأهلي فاز بالمركز الأول في مرحلة تحت 16 سنة ناشئين وناشئات، وكمان فاز نادي الشمس بكأس تحت بالكاس يعني تحت 17 سنة ناشئات، وجه بعده الأهلي. أما كأس تحت 18 سنة ناشئين ففاز بيها الأهلي برضو، وجه بعده نادي الشمس. أما كأس 19 سنة ناشئات ففاز بيها الأهلي برضو، وجه وراه نادي الصيد. وده نفس اللي تقرر في مجموعة أو في مرحلة العمومي سيدات يعني. وعلشان برضو نشرح لحضراتكم أكتر عن السباقات دي، فهي تتلعب في البحر وبيكون كمان سباقاتها ما بين 5 و10 كيلو سباحة في البحر. وبكده خلاص يعتبر احنا خلصنا معاكم أغلبية أخبارنا، وبعد الفاصل بقى نستقبل معاكم الدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو، واللي هتكلم معانا بقى في تفاصيل وحكايات كتيرة جدا عن منتخبنا الوطني إن شاء الله، وكمان عن بطولة الأمم الأفريقية القادمة. خليكم معانا. طيب بصوا يا جماعة، يعني في الحقيقة احنا دايما كده كشعب مصري بنميل أكتر للألعاب القتالية وكمان ألعاب الدفاع عن النفس، ويمكن من ضمن بقى الألعاب دي لعبة الجودو. ما شاء الله عندنا أبطال دايما بيشرفونا في أغلبية البطولات الدولية، ودايما كمان بيرفعوا علم مصر يعني في كل أماكن. الجودو من أهم الألعاب يمكن اللي موجودة في مصر، وكمان إحنا داخلين بطولات الفترة اللي جاية على المستوى الإفريقي، وإن شاء الله منها بقى على المستوى الدولي والأولمبياد إن شاء الله. النهاردة حبيبة بقى نتكلم أكتر عن لعبة الجودو، وكمان بقى عن تفاصيل منتخباتنا الوطنية، وبالأخص كمان منتخبنا الوطني الأول للجودو، وكمان آخر استعداداته لبطولة أفريقيا المقبلة، من الدكتور شريف هنهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للجودو. يا دكتور شريف برحب بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ الحمد لله ربي بخير. منورنا جدا والله. مرسي ليك ربي. طيب دكتور شريف، بداية كده عايزين نعرف حضرتك، يعني الفترة اللي فاتت أكيد كانت فترة مش سهلة، وفترة يعني كلنا بنمر بيها بالكورونا، ولكن كانت أصعبهم بالنسبة للمنتخبات الوطنية وبالأخص للجودو. كان إيه الفترة دي كنتوا بتلعبوا بطولة، كنتوا بتستعدوا لإيه، وكمان عملتوا إيه عشان بقى تخرجوا من الفترة دي وصعوبتها؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي استاذ احمد في الاول ان انا اتوجه بالشكر لحضرتك والفريق الاعداد على اتاحه الفرصه ان احنا نبقى موجودين معاكم في البرنامج المتميز، ونتكلم عن فتره الاعداد الخاصه بالمنتخب القومي في الفتره اللي فاتت، وخاصه في الفتره اللي كانت بتعتبر ازمه، ما هياش ازمه محليه، هي ازمه عالميه على مستوى العالم كله، وكانت بتقابلنا فيها مشاكل ومعوقات كتير جدا، خاصه ان احنا على مشارف الاولمبيات وعمليات التاهيل للاولمبيات. زينا زي بقية دول العالم كنا في أزمة من شهر 2 أو من شهر 3 تقريبا، النشاط كان شبه يعتبر متوقف، مش متوقف من النشاط المحلي، لا النشاط الدولي من الاتحاد الدولي. وكانت تقريبا آخر بطولة دولية كان مشارك فيها المنتخبات كانت في شهر فبراير، كانت في ألمانيا وفرنسا. ومن ساعتها بعد أزمة الكورونا وظهور الأزمة دهية، الدنيا حصل فيها زي فريز وهولد، فطبعا بالتالي دي بالنسبه لنا احنا كرياضيين على مستويات عاليه طبعا بتقابلنا مشكله كبيره جدا. احنا ما فيش حاجه اسمها لاعب ذو مستوى عالي ان هو يقعد في بيته او يريح وجوده او يريح في بيته 3 ايام 4 ايام، الكيرف او المستوى الفني بتاعه بينزل. فما بال حضرتك دلوقتي من شهر 2 شهر فبراير، احنا في شهر 11 دلوقتي، 8 شهور او 9 شهور، فتره شبه مش مستقره، ابتدت نوعا ما في الفتره الاخيره ترجع النشاط ستيب باي ستيب، لان طبعا زي ما حضرتك عارف هي نشاط الجودو بيعتبر من الانشطه التلامسيه اللي بتعتبر تصنف من الفئه الثالثه في بدايه النشاط بتاعها، فطبعا كان ليها بروتوكول معين وليها سيستم معين واجراءات احترازيه معينه لازم تتم. ابتدينا في الفترة الأخيرة نوعا ما نمشي خطوة خطوة ونبدأ النشاط بتاعنا يتم تفعيله من خلال الاتحاد الدولي. احنا ان شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية دي احنا بنستعد ان شاء الله بإذن الله لبطولة أفريقيا، بس طبعا بطولة أفريقيا دي علشان نستعد لها محتاجة لها فترة إعداد خاصة أكيد ليها طبعا. وقصة الأزمة بالنسبة لنا الفترة اللي فاتت، توقف النشاط المحلي أو الدولي في الفترة اللي فاتت دهية، كانت بتعتبر مشكلة كبيرة، لحين ان ابتدى الاتحاد الدولي، ابدأ من شهر 10 اللي فات ابتدى يعمل بطولة دولية
في المجر بطولة بودابست الدولية ودي كانت أول بطولة بيرزمها الاتحاد الدولي في ظل أزمة الكورونا ويمكن كان بيعملها زي تيست زي اختبار كده بيجس بيها النبض يشوف عملية تنظيم البطولات هيحصل فيها إيه خاصة إن معظم البطولات دهيت بتعتبر مؤهلة للأولمبياد ونجح تقريبا الاتحاد الدولي في تنظيمها وإحنا حاولنا بقدر الإمكان إحنا كنا نشارك فيها بس كان لسه منجمع فيها المنتخب القومي ودخلنا في معسكرات خارجية وإن شاء الله بإذن الله يلحق بعد كده الاشتراك في بطولة أفريقيا بإذن الله. احنا معنا يعني فيديوهات او معنا فيديو ده بيوضح ايه بقى فترة الاستعدادات دي كانت فترة الاعداد اللي كان عاملها الاتحاد منظمها للاتحاد في اوزباكستان الفترة اللي فاتت كانت ابتدت من شهر 11 5/11 والحقيقة هم لسه لغاية دلوقتي الشباب بتوعنا لسه موجودين هناك يمكن ده بس بيبين لنا المعسكر بتاعنا كان عامل ازاي والتزامهم في فترة الاقامة بتاعتهم يمكن ولادنا ان شاء الله باذن الله هيرجعوا النهاردة او بكرة بالكتير باذن الله ان شاء الله استعدادا لافريقيا فده الفيديو ده كانوا مهتمين جدا الاتحاد الاوزباكستاني والميديا هناك بصراحة كانوا مهتمين بوجود المنتخب القومي وكانوا مسلطين الضوء جامد جدا عليه وعلى اقامته وعلى التزامه في الفترة اللي فاتت دي كلها وده كان تقريبا فيديو شبه تغطية اعلامية كده كانوا بيغطوا بيها فترة الاقامة بتاعتنا هناك عظيم جدا طيب دكتور شريف عايز اعرف منك يعني برضو نتكلم في الشق الفني اكتر والجانب الهام بالنسبة لنا وكمان الاستعداد بقى ان شاء الله بالنسبة لأبطالنا حضرتك رئيس الجهاز مظبوط وده يعتبر كمان منصب مستحدث بالنسبة في اللعبة بالأخص يعني ومختلف عن رئيس الاتحاد مظبوط كده ايه المهام اللي حضرتك المفروض بتقوم بيها مع المنتخبات القومية بتاعتنا للجولة الحقيقة المنصب هو كان بيتشرف فيه قبل كده وجود بطلنا الكبير كابتن رشوان شفاه الله وعافاه في الفترة الحالية هو موجود معانا بس في وعكة صحية نتمنى له إن شاء الله بإذن الله الشفاء العاجل بإذن الله إن شاء الله المنصب ده بيتلخص في إنه هو بيعتبر همزة الوصل ما بين المنتخب القومي أو المنتخبات القومية ومجلس إدارة الاتحاد هذا المنصب ليه الحق في الإشراف الفني على اللاعبين وعلى الجهاز الفني وكذلك وضع الخطط الخاصة المنتخب القومي وربطه بمجلس إدارة الاتحاد وبقرارات المجلس الإدارة بيدعمنا فيها في فترة الإعداد بيحاول المنصب ده هو إن هو بيزلل أي مشاكل أو أي عقبات بتقابل اللاعبين أو بتقابل الجهاز الفني وبيحاول بقدر الإمكان من خلال مجلس إدارة الاتحاد إن هو بيزلل أي مشاكل أو أي عقبات تقابل الجهاز أو تقابل المنتخبات القومية في الفترة الحالية واللي جاية إن شاء الله الحمد لله طيب بالنسبة لأبطالنا احنا يعني شفنا معنا بعض الماتشات المهمة اللي كان بعض أبطالنا بيشاركوا فيها من أغلبية البطولات يعني مين اللي مشارك دلوقتي معنا في المنتخب ومين كمان بيستعد معنا لأفريقيا المنتخب في الوقت الحالي مشاركين معظم اللاعبين المشاركين في أفريقيا يعني إن شاء الله بإذن الله مشاركين في أفريقيا بتسع لاعبين أساسيين هم اللي موجودين كانوا موجودين معنا في المعسكر في أوزبكستان المعسكر الخارجي وهم دول بإذن الله إن شاء الله اللي احنا بنتمنى من الله عز وجل يكلل تعبهم إن شاء الله بإذن الله بالنجاح الفترة اللي جاية تسع لاعبين في سبع أوزان بنبدأ إذا كنت تسمح لي بإن أنا أذكر أسماء طبعا. اللاعبين وزن 66 معنا البطل بطلنا محمد عبد الموجود وبطلنا أحمد علي وزن 73 بطلنا محمد أحمد محي وزن 81 بطلنا محمد علي وبطلنا عبد الرحمن محمد هم اللي معنا على الهواء وهو الموجودين معظمهم اللي موجودين بالظبط دول اللي كانوا موجودين معنا في المعسكر اخر معسكر خارجي في أوزبكستان وزن 90 كيلو بطلنا الكابتن حاتم عبد الاخر ومعاه بطلنا علي حازم وزن 100 كيلو بطلنا الدولي كابتن رمضان درويش وهو كان موجود معنا برضو في المعسكر ومنضم لينا معنا في المعسكر في أوزبكستان ووزن التقيل اللي بيمثلنا فيه بطلنا الكابتن احمد وحيد دول التسع لاعبين ان شاء الله باذن الله الاساسيين او التشكيله الاساسيه ان شاء الله اللي هتشارك في بطوله افريقيا احنا عندنا كل وزن بيصعد منه لاعب واحد بس لاعب واحد بس لينا الحق في الاشتراك في الميزان فمش اكتر من 2 لعيبه في الميزان بشرط ان يكون عدد الفريق كله ما يزيدش عن 9 تمام طيب احنا بعد ان شاء الله البطولة دي في معسكر تاني ان شاء الله هنعمله برضو قبل بطولة افريقيا والله لا هو للأسف شديد دي هيعتبر هو المعسكر الوحيد اللي احنا يعني ايه ربنا كرمنا فيه وقدرنا ان احنا ننجح ان احنا نشارك فيه لان بطولة افريقيا باذن الله مخطط انها تقام يوم 17/12 تمام فان شاء الله باذن الله عودة اللاعبين النهاردة او بكرة بالكتير باذن الله ان شاء الله من المعسكر الخارجي يا دوبك بس بيغيروا جو شوية ويظبطوا امورهم على اساس ان احنا هنخش في معسكر داخلي
الحالي من يوم 8، لان في بعض الاجراءات الاحترازيه اللي بتتم قبل الاشتراك في البطولات، وده بروتوكول عامله الاتحاد الدولي. لازم تتم الاجراءات الاحترازيه، ده في بروتوكول لازم يتم طبعا، الجزء الخاص بموضوع المسحه اللي لازم تتم، بيطلب من الجميع اللاعبين او المشاركين ان هو بيتم مسحتين قبل السفر ما بينهم 48 ساعة، فبالتالي بنحاول بقدر الإمكان إن احنا بنعمل مسحة في أول المعسكر، وبعديها بيوم أو بيومين بنعمل مسحة تانية استعدادا للسفر إن شاء الله بإذن الله. ده منكم أنتوا عشان خاطر يعني تتفادوا ده أي بروتوكول الاتحاد الدولي حطه لجميع الفرق أو جميع اللاعبين المشاركين في البطولات عامة من قبل الاتحاد الدولي. طيب دلوقتي احنا عندنا 9 لاعبين بس المفروض اللي بيشاركوا في بطولة أفريقيا من منتخبنا الوطني إن شاء الله. لا قدر الله، لا قدر الله، يعني الأسوأ الظروف، لو عندنا في حالة طلعت إيجابية أو تم استبعاد لاعب عشان خاطر طلع عنده عينة إيجابية، إيه اللي هيتم هنا؟ للأسف الشديد احنا طبعا بنتمنى من الله عز وجل ان ربنا يستر طبعا معانا في القصه ديت، لان خاصه ان احنا في الاجواء حتى في كل معسكرين فيها الجو كان برد، وبالتالي انت بتحاول بقدر امكانك انت تحافظ على صحه اللعيبه بشكل، طبعا معظم اللعيبه كلهم كبار ومستويات عاليه وفاهمين كويس الكلام ده، بنحاول بقدر الامكان احنا نلتزم بالشكل الصحي او اللائق، ان احنا بنحاول بقدر الامكان نتجنب ان احنا نصاب باي نزله برد وحتى ولو بسيطه، لان الكلام ده بيدخلنا في طبعا في متاهات تانية. اوريدي الحمد لله رب العالمين احنا عندنا يعني في اكتر من ميزان، عندنا في اكتر من لاعب موجود معانا ومشارك معانا، بس طبعا للاسف الشديد احنا بيبقى لينا ديدلاين بنسجل فيها اللاعبين المشاركين وعدد معين، فبالتالي انت مسموح لك انك انت تسجل عدد معين من اللاعبين اللي هم 9 لاعبين في فتره معينه وفي ميعاد معين. للاسف الشديد لو حصل اي ظرف طارئ بعد الميعاد ده هو صعب جدا انك انت تسجل، او صعب يعني يتم استبعاده بدون تعويض للاسف الشديد. طب ازاي يعني؟ المفروض هو حتى هنا حاطط ان هو يعني الفكر بتاعه ان هو ممكن اي لاعب معرض ان هو يبقى عنده عين ايجابيه، تمام، يبقى لازم يتم تعويضه دايما يعني. دايما في الاتحادات الدوليه او في البطولات الدوليه بيتم زي ما قلت لحضرتك بيحددوا ميعاد معين بتسجل فيه عدد اللاعبين المشاركين، فبالتالي انت اوريدي سجلت 9 لاعبين موجودين معاك في هيشاركوا معاك في البطوله. تمام. الكلام ده كان اخره يوم 20/11 اللي فات. بعد 20/11 صعب جدا انك انت تعمل اد او ريموف يعني حاجه في طبعا على الاقل حتى يا كابتن يعني يخلي فيه عدد اكبر من كده، يخلي فيه مثلا 15 لاعب او حاجه. دي الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيها الاتحاد الافريقي بيسمح لنا بقدر من المرونه شويه، لازم يبقى فيه قدر من الفلكسبيليتي شويه في التعامل بالظبط يعني. بالظبط في الحاجات زي، وخاصه في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي، واعتقد ان احنا يعني في لينك ما بيننا وبين الاتحاد الافريقي ان احنا نقدر نتعامل معاهم في الظروف دهيت، ولكن بنسال الله عز وجل ان شاء الله باذن الله ان ما يحصلش اي دروب في الفتره دي، وربنا يسترها معانا ان شاء الله. ربنا يسترها، بس دايما الواحد ايه بيحب يبقى سبب الاحداث لاي طبعاً. حاجه ولا قدر الله يعني افترضنا ان في مشكله عندنا على طول يتم حلها، لان بطوله افريقيا برضو بطوله مهمه بالنسبه لنا، ومثالي بيتم من خلالها بقى يعني التصنيف ده اللي هو اللي بيصعب منه الاولمبياد. بالظبط بيتم ازاي يا كابتن بقى المفروض؟ عملية التأهيل للأولمبياد بيتم من خلال البطولات اللي بينظمها الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي بينظم بطولات العالم، كأس العالم، البطولات القارية الخاصة ببطولة أفريقيا أو آسيا أو أوروبا، كذلك بعض البطولات اللي تعتبر مستحدثة بالنسبة للاتحاد الدولي وبقى له فترة بينظمها زي بطولات الجراند سلام والجراند بري اللي هي بطولات الجائزة الكبرى. كل البطولات ده هي الاشتراك فيها ليها بوينتس وليها سكور معين. تمام. اشتراكك في البطولة ليه بوينتس، فوزك في المباراة ليه بوينتس، صعودك من الدور الاول للدور الثاني ليه بوينتس، تجميع نقاط كله يعني. بالظبط كده، فبالتالي بنسبه كبيره طبعا كل معظم اللاعبين اللي بيشاركوا في البطولات دهيت وبيتم تحصيل اكبر عدد من النقاط هم دول اللي بيتم تاهيلهم للاولمبياد. تمام. فبالتالي من خلال الانشطه اللي بينظمها الاتحاد الدولي هي ديت من خلالها بيقدر يتم تاهيل اللاعب للاولمبياد. متوقع ان احنا ممكن نصعد للاولمبياد الفتره اللي جايه؟ احنا الحمد لله بفضل ربنا، الحمد لله سبحانه وتعالى، ان احنا عندنا الحمد لله دلوقتي بنسبه تمام، مش عايز اقول 80 او 90% ان احنا عندنا 3 لاعبين يعتبروا مؤهلين للاولمبياد. مين هم؟ بطلنا الكابتن رمضان درويش في وزن 100 كيلو، بطلنا الكابتن محمد علي في وزن 81 كيلو، بطلنا الكابتن محمد عبد الموجود في وزن 66 كيلو. وان شاء الله باذن الله في عندنا 3 لاعبين كمان قريبين جدا ان هم ان شاء الله باذن الله بعد بطوله افريقيا اللي جايه دهيت، لان عليها سكور وبوينتس عالي جدا طبعاً. لان كل ما بيقرب الايفنت من الاولمبياد كل ما بيزيد السكور بتاعه، فبالتالي ان شاء الله باذن الله بعد بطوله افريقيا ويتوج ولادنا ان شاء الله باذن الله بنتائج كويسه باذن الله ان شاء الله هيبقى في
ان شاء الله اعداد تانية وناس تانية ممكن تخش باذن الله اثنين او ثلاث لاعبيه كمان ان شاء الله. يا رب خير ان شاء الله وربنا يحفظهم كده يا رب من شر اي حاجه ان شاء الله. ربنا يحفظهم كده عايزين يا كابتن يعني ايه نحلق عليهم دايما كده يا رب يا رب يا رب حطهم دايما كده ايه يعني بشكل خالص بنحاول ربنا يستر يا رب ان شاء الله ربنا يسترها رب ان شاء الله. طبعا معانا لقطات مختلفه من رمضان درويش يعني بطلنا دي البطولات وبطل مصر بعد بطولات الجراند بري وجراند سلام ده بطلنا كابتن رمضان درويش في وزن 100 كيلو ما شاء الله. دكتور هي عندنا الجودو عندنا متقسمه لاكثر من نوع ولا هو نوع واحد بس؟ لا هو لعبه الجودو عندنا بتقام في بطولتين بطولات اللي هي الفايت وبطولات الكاتا. تمام. بطولات الفايت اللي زي ما حضرتك بتشوفها دهيت اللي هي مشاع الاحتكاك بقى الاحتكاك ده اللي هو النزال ما بين فردين ومحاوله بقدر الامكان انك انت بتكسب الخصم عن طريق النزال. تمام. وبطولات اللي هي بتعتبر بطولات الكاتا ودي اللي هي بتعتبر بطولات زي شبه استعراضيه ولكن دخلت دلوقتي بشكل رسمي دلوقتي في البطولات والكالندر الدولي انك انت تقدر تنافس في بطولات الكاتا اللي هي بتعتبر زي الكاتا في الكاراتيه والبومزا في التايكوندو والكلام ده كله. فطبعا احنا برضو هم دول النوعين اللي احنا بنشارك بيهم في البطولات الرسميه. طيب عندنا الجوله هنا بتبقى محدده بتايم معين ولا بعدد نقاط؟ لا عندنا الجوله هي مباراه الجودو هي مباراه بتقام في مده 4 دقائق. تمام. بيحاول فيها الخصم بقدر الامكان ان هو بيتغلب على المنافس برميه بقوه وسرعه على الظهر ويكون مسيطر عليها. فطبعا في خلال ال4 دقائق دول حصوله على النقطه الكامله يعني هو خد النقطه الكامله اللي هي بتعتبر الايبون بيعتبر فاز بالمباراه. ممكن يحصل على نص نقطه ويكمل المباراه لغايه الاخر 4 دقائق ويعتبر هو فايز بالتفوق. يعني المباراه كلها على بعضها 4 دقائق بالظبط 4 دقائق وبتدور يعني حوالين نقطه واحده اللي بيحاول يحصل عليها اللاعب او المنافس. يعني خلاص زي القضيه كده بالظبط كده زي النوك اوت بالظبط كده يعني بالزبط. كل التمرينات دي كلها والتعب والشقه ده كله في الاخر خلاص الاخر يعني 4 دقائق هم دول بالظبط كده عشان خاطر 4 دقائق ومش عايز اقول لحضرتك ال4 دقائق دول ممكن الناس تشوفها حاجه بسيطه جدا ال4 دقائق دول بيبقى طبعا فيتنس عالي عمل لا هوائي بشكل فظيع قد يمتد ال4 دقائق ده هو مش عايز اقول لحضرتك ممكن تمتد الربع ساعه يعني في بعض الاحيان المباريات اللي تنتهي بالتعادل ما فيهاش سكور بيتطلب في الوقت ده هو ان المباراه تستمر لحين فوز احد اللاعبين او حصول على سكور في حاجه اسمها الجولد السكور الذهبي او الجولد سكور ده بعد ما تنتهي المباراه ب4 دقائق بيستمر اللعب لحين حصول احد اللاعبين على نقطه معينه او نص نقطه يقدر من خلالها يكسب المباراه قد تمتد بقى ال4 دقائق دهيت 10 دقائق ربع ساعه 12 يمكن احنا كنا في المعسكر بتاعنا في اوزبكستان عملنا تجربه كده في مباراه وديه ما بين منتخبنا ومنتخب اوزبكستان واحد اللاعبين في المباريات كان في وزن 73 كان اللاعب بطلنا محمد محي بيلاعب بطل اوزبكستان وده كان منافسين مع بعض في بطوله العالم قبل كده استمرت المباراه من 4 دقائق الى 23 دقيقه عظيم. طبعا كانت مباراه جداً. قويه جدا كانت مباراه عليها ستريس جامد جدا اشاد بيها كل اللي كانوا حاضرين فيها ونتمنى من الله عز وجل ان تعب الولاد ده ان شاء الله باذن الله يكلل بالنجاح هو معنا الهوا هو تحياتنا ليهم كلهم بالظبط معسكر الاسكارية مع المنتخب الاوزبكستاني والاتحاد الاوزبكستاني في المنتخب مع المنتخب. طيب دكتور عايز اعرف منك بقى يعني احنا اخبار تصنيفنا الافريقي ايه وكمان مين ابرز بقى الدول اللي احنا المفروض نعمل لها حساب بقى في افريقيا وفي بطولة افريقيا اللي جايه ان شاء الله. هو الحمد لله رب العالمين مصر الحمد لله رب العالمين ليها الرياده والسياده الحمد لله الافريقيه طبعا. ولكن طبعا ده ما بيخلاش من ان دول شمال افريقيا دايما هي اللي بتعتبر المنافس بتاعنا في البطولات الافريقيه خاصه تونس والجزائر والمغرب هم اللي بيعتبروا المنافسين الا اذا كان بيظهر احد اللاعبين من جنوب افريقيا او من السنغال او من الدول الافريقيه في احد الاوزان ولكن دايما المنافسه بتتم ما بين دول شمال افريقيا. فاحنا الحمد لله رب العالمين في الفتره الاخيره ماشيين كويس والمنافسه الحمد لله رب العالمين كانت ماشيه في صالحنا ونتمنى باذن الله ان شاء الله ان احنا نستمر على حفاظنا على المكان بتاع المكانه بتاعتنا والمركز بتاعنا ان شاء الله باذن الله على المستوى الافريقي يا رب ان شاء الله. اخيرا يا دكتور شريف عايز اعرف منك مين اللي ممكن تتوقع له ان شاء الله يعني يحرز بقى ميداليه في الاولمبياد اللي جاي ان شاء الله. شوف يعني طبعا يعني باذن واحد احد ان شاء الله باذن الله. احنا طبعا يعني احنا بطولات الجودو بالذات او بطولات اللي هي المنازلات ليها اوبشن معين بيختص بالقرعه. تمام. يعني احنا طبعا حسب القرعه بتاعتنا هتوزعنا ازاي وهتحطنا فين وارد ان ممكن في الاول خالص تحطنا مع بطل جامد يطلع مجهوده كله في الادوار التمهيديه وارد ان ممكن تبقى البوله او القرعه تحطنا مع ابطال نوعا ما كويسين نقدر ناخد وندي معاهم ونوصل فيها للادوار النهائيه
فاحنا الحمد لله رب العالمين احنا اولادنا كويسين ومؤهلين كويس جدا، وما اقدرش اقول لحد يعني ده اقرب من ده او ده اقرب من ده، لان طبعا زي ما بقول لحضرتك ظروف القرعه بتختلف تماما من بطوله لبطوله ومن ايفنت لايفنت. ولكن كل اللي بنتمناه ان شاء الله باذن الله ان القرعه تكون في صالحنا وتبقى كويسه معانا في الاوزان بتاعتنا اللي احنا مشاركين فيها ان شاء الله باذن الله. ونسال الله عز وجل ان شاء الله ان اولادنا باذن الله ان شاء الله يشاركوا ويوصلوا للادوار النهائيه باذن الله ان شاء الله في الاولمبياد باذن الله. دكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنيه للجودو، نورتنا جدا وسعدت جدا باللقاء معك. شكرا شكرا جدا شكرا لحضرتك وشكرا لجهاز الاعداد. شكرا جدا ليك يا جماعه. كده خلاص حلقتنا خلصت معاكم من بوكس سبورتس، استنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير باذن الله.